إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن موضوع مهم جدا، أمراض تصيب الناس بشكل عام، أيضا كما أنه يصاب به أولئك الذين يتناولون طعامهم بسرعة أو يأكلون كميات كبيرة من الطعام المتنوع. راح نتكلم عن الجهاز الهضمي بشكل عام وأمراضه، كما أن البعض الآخر يشعر بوخزات عسر الهضم عندما يعتريهم القلق أو العصبية أو الاكتئاب، وغالبا يعني ما يصاب التلاميذ بعوارض عسر الهضم خلال يعني فترة الامتحانات. كذلك تتعرض النساء الحوامل لعسر الهضم بصورة أكبر من غيرهم بين النساء، وتنتج أيضا مشكلة الحرقة التي يصاب بها معظم الناس يعني بشكل عام. والأكثر شيوعا يعني الارتداد الحمضي أو القرحة، ويعتبر أيضا الارتداد الحمضي شديد انتشاره في جميع العالم، وهو ينتج يعني ضعف في حلقة المريء، مما تسمح بعودة عصارة المعدة إلى المريء إلى الوراء أو في الأعلى، وهو طبعا غير مبطن كالمعدة بالواقي أو قشاوة رقيقة. طبعا يحصل له تهيج بسرعة والتهابات أثناء ارتداد المادة الموجودة في المعدة، ويشعر المصاب بحرقة، وغالبا ما يعني ما تحدث هذه المضاعفات عند كل الناس، وممكن يكون متصاعد من المعدة إلى الصدر، وأحيانا تصل إلى الحلق، والعوارض بعد الطعام مباشرة أو عند الانحناء إلى الأمام أو الانثناء أو التمدد أو النوم، وتكون هذه الحرقة مزعجة ليلا وتسبب بإيقاظ يعني المصاب والأرق في بعض الأحيان، أحيان كثيرة جدا، قد تؤدي إلى أمراض كثيرة في الفم. وإلى هنا انتهى الدرس. كلام معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.